في إطار الاستعداد لتنظيم مسيرة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض المرتقبة في 29 من الشهر الجاري، نظمت نساء المنتدى مهرجانا بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط، رفضا لما أسمينه الأحادية وسعي النظام للعبث بالدستور والرموز الوطنية. وقالت بعض المشاركات في مهرجان نساء المنتدى إن المسؤولية تقع على عواتق النساء وعليهن أن يكن في الصف الأمامي من أجل أن ينعم الشعب الموريتاني بحياة كريمة، متهمات في الوقت ذاته نظام الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بالفساد. وهذا النظام الذي هو يحكم البلد منذ فترة لا يريد إلا إفساد هذه البلاد اليوم، لا يريد أن نخلونا نتقدم. واضح احنا نعيش وضعية أنتم تحسوها كاملة، سواء نورنا لها من الناحية الاقتصادية، كلكم حالة نعيش وضع مزري، وبداخل يعرف ذيك المعاناة اللي عانى، البيوت تعاني مشاكل كبيرة، معيشية، تعليمنا يعاني مشاكل كبيرة، بيننا ما كلها لن تفتح مدرسة ما يعرفش يواسي لأولاده. بدوره قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم القيادي بالمنتدى المعارض محمد المولود إن الحوار الأخير الذي جرى بقصر المؤتمرات لم يكن شاملاً، حيث غابت عنه المعارضة الديمقراطية، مضيفاً أن المشاركين فيه حاوروا أنفسهم. هذا الحوار بدأ بكلمة الكلمة شنية، قال إنه حوار شامل وانتم تعرفوا أن غابت عنه المعارضة الديمقراطية الأساسي منها غاب عنه، هذا كذب وطمع وكذب. ويأتي مهرجان نساء المنتدى الوطني المعارض التعبوي للمسيرة المرتقبة بعد أيام من تنظيم شباب المنتدى مهرجانا مماثلا أكدوا فيه أنهم غير معنيين بمخرجات الحوار، وأن أي تعديل دستوري بدون إجماع الشعب الموريتاني يعتبر عبثا بالدستور. وكان منتدى المعارضة قد أعلن عن سعيه إلى تنظيم مسيرة نهاية الشهر الجاري في وجه ما أسماه العبث بالدستور والأحادية في التسيير، ويصر المنتدى على تنظيم مسيرته حتى بعد تصريح الرئيس الموريتاني في خطابه الأخير بحفل اختتام الحوار الوطني عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة.